الأوتوستراد الدولية دمشق حلب آمن بالكامل. وحدات الجيش السوري توجت عملا عسكريا بدأته من معرة النعمان قبل نحو 3 أسابيع ووصلت إلى المدخل الغربي لحلب، لتقوم حاليا بتوسيع مساحات الأمان على المحور الغربي للأوتوستراد. مساحات جديدة محررة أضافت إليها وحدات الجيش السوري قرية كفرناها في ريف حلب الغربي، إضافة إلى أورم الكبرى والفوج 46 في ريف المحافظة الجنوبي الغربي. كثافة نارية ركزها الجيش باتجاه مسلحي النصرة في الراشدين الأولى والثانية والثالثة غربا. هدف أن تأمين الطريق عشان يصير أمن 100%، تمهيد من قبل الجيش الغربي السوري اتجاه الراشدين الأولى والبحوث العلمية وكفر داعل عشان نأمن الطريق 100%. فرق الهندسة العسكرية تكمل ما بدأته وحدات الاقتحام والمشاة أكثر من 65 كيلومترا تفصل معرة النعمان عن حلب، يجري العمل على تطهيرها من الألغام. عم ننظف الطرقات من مخلفات الإرهابيين والعبوات الناسفة وما شابه ذلك، وعم نقوم بالعمل، العمل ما زال مستمر، وبعد تطهير الطريق تم العمل مباشرة. جهد تكمله فرق الصيانة في مجلس مدينة حلب، فنيون وعمال يقفون كتفا إلى كتف مع الجنود في تأهيل الطريق. نقوم بتنظيف الشوارع وردم الحفريات، فيما بعد لكي تكون عودة الأهالي سليمة ويكون الشارع مؤهل للسيارات المارة والمدنيين. ومن ثم ذلك نقوم أيضا مثل ما شفتوا هون عم نقوم بتنظيف الشوارع على اليمين وعلى اليسار، ونقوم بردم الحفريات وإزالة بعض المعوقات والسواتر والبيتونيات لكي يكون الطريق آهل للسيارات المدنية. فر المسلحون بمختلف انتماءاتهم من جغرافيا عملوا 8 سنوات على تحصينها وربطها بتركيا. أسابيع من المعارك بدلت المشهد رأسا على عقب في ريفي حلب وإدلب. محمد الخضر من مدخل حلب الرئيسي، الميادين.